السلام عليكم. تخفيض تاريخي على ايفون 14 بلس باكثر من 285 دولار على امازون والكثير من المنصات مثل اي باي الى اخره. فرصة لامتلاك الجهاز بسعر لا يصدق. منذ الاعلان عن اجهزة ايفون لاول مرة لم تتوقف شهرتها عن الارتفاع، ولكن السعر كان دائما عائقا امام الكثير لامتلاك هذا الهاتف. ومع ذلك يبدو ان هناك فرصة حاليا للحصول على جهاز ايفون 14 بلس بسعر لم تره من قبل، فقد تم تخفيضه بأكثر من 280 أو 260 يورو على موقع أمازون وإيباي والكثير من المواقع. تخفيض تاريخي على آيفون 14 بلس. العديد منا يشعرون بالإغراء لامتلاك هاتف آيفون، لكن الأسعار العالية تبقى دائما عقبة أمام تلبية هذه الرغبة. الآن تأتي فرصة استثنائية لأولئك الذين يتطلعون لامتلاك آيفون 14 بلس، حيث تم تقديمه بخصم غير مسبوق على الكثير من المنصات ومنهم منصة أمازون. يتعلق الأمر بطراز الآيفون 14 بلس بسعة 128 جيجا بايت. في المغرب كان ب 9000 درهم، الآن عليه أن يصبح ب 7000 درهم، فهذا هو ثمن هذه المنصات وأمازون. كان ب 900 دولار وأصبح يعني قاموا بخصم 280 دولار وأصبح ب 700 دولار، فهذا الشيء جميل جدا. يتعلق الأمر كما ذكرت بسعر أو بطراز الآيفون 14 بلس سعة 128 جيجا بايت، الذي يأتي الآن بخصم يصل إلى 23% على أمازون. هذا الخصم يعني توفير أكثر من 260 يورو من سعرها الأصلي، مما يجعلها فرصة لا تفوت للحصول على جهاز الآيفون 14 بلس بأقل تكلفة تاريخية. عادة ما يكون سعر الآيفون 14 بلس سعة 128 جيجا بايت 1161 يورو على موقعها الرسمي، ومع هذا التخفيض الضخم على أمازون يمكنك الحصول عليه بسعر مذهل قدره 895 يورو، مما يمثل توفيرا كبيرا يصل إلى 264 يورو. وبجانب هذا الخصم الرائع، يحمل الآيفون 14 بلس معه تقييما عاليا على أمازون بلغ 4.6 نجوم. يأتي هذا الجهاز مزودا ب 128 جيجا بايت من ساعات التخزين و 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بالإضافة إلى شريحة A15 بايونيك. تتميز المواصفات الأخرى للجهاز بشاشة السوبر ريتينا HDR OLED بحجم 6-7 إنش مع دعم الدولبي فيجن والHDR10 لتحسين جودة الصورة. يدعم الجهاز أيضا تقنية الدولبي أتموس والاتصال بشبكات 5G والديال سيم. من بين مميزاتها الأخرى بطارياتها التي تعد بالصمود طوال اليوم، بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بنفس الدقة. إذا كنت من محبي منتجات أبل وكنت تتطلع لامتلاك هاتف الآيفون 14 بلس بأقل تكلفة، فإن هذه الفرصة الحالية على أمازون لا تقدم فقط سعرا لا مثيل له، بل أيضا إمكانية الاستفادة من شحن سريع. وبلا شك أن الآيفون 14 بلس بسعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي يعتبر واحدا من أفضل الأجهزة المحمولة المتاحة في السوق حاليا، مع معالج الـ A15 بيونيك ونظام التشغيل الـ iOS 16، وإن شاء الله سوف يصبح يعني بعد بضعة أيام إن شاء الله عند إطلاق الآيفون 15 سوف يشغل الـ iOS 17، والذي يمكن تحديثه لاحقا إلى الـ iOS 17 كما ذكرت، والـ iOS 18 والـ iOS 19 والـ iOS 20 ربما إلى الـ iOS 21، يضمن الأداء الفائق والتجربة السلسة والكثير من الأشياء. برأيكم إذا كانت لديكم 7500 درهم أو 8000 درهم مغربي يعني 800 يورو أو دولار، ما الذي سوف تشتري؟ هاتف يعني من سامسونج يأتي ب 120 هرتز والكثير من المواصفات الرائعة مثل الاس 22 الترا او الاس 23 الترا صاحب 8 جيجا بايت، او الاس 23 بلس ام الاس 23، فكلها اجهزة تقريبا في هذا يعني في هذا الحد تقريبا بين 700 و 800 و 900 دولار
ما الذي استشاري؟ هل تفضل الآيفون 14 بلس بهذا الخصم الكبير والتاريخي؟ وهل ستشتري هذا الآيفون؟ هل تفضله أم سوف تشتري هاتف من هواتف الأندرويد وتستفيد من يعني البيكسل الكبير في الكاميرا وعدد الكاميرات الكبيرة يعني ثلاثة يعني تصل إلى 3 إلى 4 كاميرات وإلى 200 ميجا بيكسل أو إلى 50 ميجا بيكسل وأيضا تحصل على شاشة ب 120 هيرتز وسوبر أو دايناميك أموليد أم ستفضل شراء الآيفون وتتخلى عن كل هذه المواصفات الموجودة في هواتف الأندرويد؟ شاركنا عبر التعليقات ولا تنسى دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.